الأعلام الفلسطينية والهتافات الداعمة للفلسطينيين، نقابات ومنظمات عمالية خرجت في تظاهرات تجوب شوارع باريس في اليوم العالمي لعيد العمال، معربين عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب العمال الفلسطينيين. معلمون، أطباء وطلاب رددوا شعارات تطالب بوقف الحرب فورا على غزة، وتدين الصمت الدولي على ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، وتشجب استمرار فرنسا في توريد الأسلحة لإسرائيل وملاحقة كل من يدعم القضية الفلسطينية. هذا وستكون هنالك تظاهرات يقوم المنظمون بالاستعداد لها خلال الأيام المقبلة في الجامعات الفرنسية. على الدين صلى، القناة الغد، باريس.